نفس السيكونس بتاع كل مرة، نفس التراتيب بتاعت كل مرة، اللي هو بيقتل الناس، الناس بتموت، العرب بيشاكلوا على المساليد، ولا وريف مع المساليد بيشاكلوا العرب، اللي بيعتدي يا العرب يا المساليد اعتدوا، وبعد ذاك بيرجع الرد بنفس البلادة دي. كويس، بتلف 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 كلها، بيجي بيقول لك اسمع خلاص لما نجمعوا كده ناس عمار وناس الحركات الصعاليك ديل المار رجال ديل، كويس، ما قادرين يحلوا مشاكلهم، ما قادرين يواجهوا الليله اللي هم نفسهم بيشحدوا في السلام، كويس، ولا من الرجال بتاع الحرب ولا قادرين يحاربوا. هذه الحكومه هسه مؤخر لهم الترتيبات الامنيه، راجل فيهم داير دوك تلقى ما في، كويس، نضال نضال نضال، كلام بولشيت كثير كده، خلوا كل الكلام ده كله. جا خطوه ثانيه برضه شماليين وجلابوا بتاع، يا اخي ديل الشماليين هسه قتلوكم هناك، هل فهم شنو؟ الفهم شنو يا اخي؟ ما تطلعوا ميتين ام الناس في ام الدوله اللي اسمها السودان دي يا اخي. ما ممكن تكونوا بنفس البلد والغباء، او عينك للفيل بتطعم في ظله، للفيل هو ده قدامك هنا، انت بليد بليد بغشو الزول، حتى نفترض غشو، ما زول غشاوي يا اخي، نفترض غشو تمشي تقتل زول، اول مره قلنا، ثاني مره قلنا، ثالث مره قلنا، رابع مره قلنا، خامس مره، سادس مره، الجنانه دي ميتين امها طالع ديك طالع ليها كم؟ الجنانه بتتكلم عنها دي كم مره ضربت؟ المعسكرات دي كم مره ضربت؟ انت اصلا ما بتفهم انت؟ انت مخك ده ما شغال جاري، بس نخب 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 شمالين نخب نخب جلابه فا. طب انا باطل ساعه انت يا اخي، ما بغشوك انت في الفاشر ليه طيب؟ انت ما بغشوك في نياله لشو طيب؟ ما هو ما هو زي الفكر واحد زي انت بتنقص من قدر نفسك يا بليد. لما تجي دار ترد، لما تجي واحد يطلع يقول لك اسمع كرهنا دار فورد، يقول لك ما تجي ترد له نظام، انت دارت مغرز ولا دارت تقول له انت نخب وبسببك انت وبتاع. انت شوف الناس اللي قاعد تموت هسه دي، شازل ولا زفت الطين، شوف الناس اللي قاعد تموت هسه دي، اتفقتوا ببيانات؟ فرقك من الحزب الشيوعي شنو هسه؟ فرقك من السنبل شنو؟ فرقك من اي زفت الطين واحده من الاحزاب ندين ونشبه؟ شايل سلاح لشنو انت؟ شايل سلاح للفاشر بس؟ ولا شايل سلاح للجنينه بس؟ ولا شايل سلاح، شايل سلاح لمنو انت؟ الفاشر ونياله بس ما بيجي حاجه، الجنينه ديل يتحشوا ويتقشوا ويترشوا، ها ما بزول بيسال، اول مره ما بزول سال، ثاني مره، ثالث مره، رابع مره، خامس مره، وديل الجلابه، اول مره ديل الجلابه، ثاني مره ديل الجلابه، ثالث مره ديل الجلابه، طيب رابع مره انت بليد ما بتفهم؟ خامس مره بليد ما بتفهم؟ سادس مره ام مخك ده ما شغال؟ ما بطلوا بلاده يا اخي، بطلوا مجمجه، انت حل مشكلتك انت جوا هناك، ادعو للسلام، قلت لك انت ما دارت تدعو للسلام، انت انا حشر لكم ونعمل لكم جوا الخرطوم جوا ناكل الايس كريم، وكل الايس كريم ما تقعد تفرفر تاني طيب مالك؟ شلت سلاحنا من انت؟ ما كلنا ضد ام الميتين ام الحكومه دي، كل ناسا قلنا لك انت مفروض ظهر للشارع، بحر العلوم طالعين بس طلع لي خرطوم جوا مينوم، خرطوم جوا مينوم، ما افضل اصلا شغال بيك يا اخي، ما افضل اصلا فاضلك اصلا يا اخي، صح عليك ساي يا اخي، صح عليك ساي يا اخي، شغال بيكم منو؟ ولا من الرجال اللي بتجوا قاعدين صح عليكم البر، ولا من الرجال اللي بيخشوا جوا يدقوا كوكب شلو في الخرطوم دي، ما من الرجال كذابين ساي يا اخي، ما افضل ارجل من زور نعد ميتينكم ذاته، خوالات ساي انتوا يا اخي. لاك الشمال امشي اخد افتن، قلت لك اديك 100 سنه امشي الشمال افتن، ولما اتخلونا نشلف عليك الله يا كرهتونا يا ناس بتموت وناس بتعاني، ولا فاضيين ولا فاضيين انتوا ندين النجم حاره، ما من حاره، ما من شفت الارطال اللي قاعدين دل، لا جيش لا دعم سريع لا الحكومه دي كلها، لانه قلنا لكم من دخل فيه لا خير فيه، ما افضل شغال بهم، ما افضل اصلا الشعر ده بقول لهم اسقطوا كلهم اتخرجوا، ليه حمدوكم ليه قرفهم كله، العيف فيك انت ده، العيفه فيك انت ده، فيك انت ده الشايل سلاح واهلك قاعد تموت، قلنا خالف تعليمات، خش من اول مره، خش جوا انت مش عامل ديك سلام في الدوله دي، تخش جوا انت يا اخي، ما تستنى الترتيبات الامنيه اللي بتحنس فيها دي 6 شهور 45 يوم بعد الاتفاق، المفروض انت تبدا ترتيبات امنيه، الليله قاعد تطلع تحنس، ولما الناس يموت، كويس؟ لما الناس يموت والله ندين ونكتب وما عارف، واحد يكتب في التويتر وبتاع وثاني وتفكوا لنا يا اولاد الحرام بتاع انكم باوروبا ديل، والله ديل غشوهم وديل ما عارف شنو وديل النخب وديل اصلا سياسه النخب سياسه تفرق تسد، طيب من اول مره مالك فرق تسد، اول مره مشت، ثاني مره مشت، 30 سنه مشت، الثاني بتمشي ليه؟ انت مخك ده ما شغال؟ انت ما تدعو مع العرب، ادعو العرب ده قول لهم راجل فيكم يدق بنيه مع زول يصمدد معاه هو ما يمشي يتسدى برا، ادعو المساليد دي الخول اللي بيقدر بالزول تمشي تمسكه تدق الزول برا، وما تخش يا اهل الناس، ما تخش في بيوت الناس، تقتلوا بعض لا في اطفالكم وفي نسائكم وفي شيوخكم يا اخي، اذا اصلا انت دراع وشايف الثاني ده دراع، اقتلوا بعض بنيه لبنيه، شنو جايين اي زول جايب الفريق وجاي؟ دي ما بلاده منك اتدخل، دي ام الشمال شنو في الموضوع بتاعك ده؟
بليد انت البليد يا زول، ما في زول بليد، انت البليد، انت اللي بتاخر وبيدفع الثمن يا هو المساكين اللي ما قاعد يعرفوا فيس ولا قاعد يعرفوا زفت الطين ولا عندهم قوه عشان محاربه ذاته، شيوخ واطفال بيتجدعوا بتدقهم انت بتقرفك وعفنك ده، ويا تتهم الناس البريئه بعد ده قمه الهوان وقمه البطاله وقمه عدم المرجله فيك انت ده يا اخي، عديشك ذاته باطل يا اخي، اكرم قاشك ده قلنا ليك يا اخي، خولات خلاص والله العظيم ما رجال، اقسم بالله ما رجال، والله ما رجال، ديك الزفت الطين اللي اسمه بيش ولا عمار ولا اي خول منكم اللي بيتكلموا ده ما رجال، بيس عليكم متاع انجو بدل ما رجال، ولا شفتوا للرجال حاجه يا اخي، واجه طيب يا خص شايف مشكلتك في ديك ام الشمال اطلع واجه هسه دق معاه وقصير، هسه خليك من النقه والكلام الكثير يا دق هسه دق معاه وقصير، قلنا لك اقسم بالله نركب معاكم راس وحياه ديني وايمان البلد دي ما بتشيل الناس كده، جزم يا اخي جزم والله العظيم، انا يا اخي ما ممكن يا اخي ما ممكن، مخ بليد زي ده بليد، مخك بليد ما بتفهم ما بتفهم، والضعف والهوان في انك تحمل له كل مره، كل مره الناس بتموت وتحمل الناس، كل مره الناس بتموت وما دار تواجه الناس، كل مره الناس بتموت اطفال وشيوخ يا اخي اي زول مات، ناس بتدق بنيه بكراهيتكم وقرفكم ده بيمشي ده بيمشي بيجيب فريق ده وده بيمشي بيجيب، وين المرجله ذات الفزعه بتاعت شنو عليك الله، ذيس از فاكينج 2021 يا اخي، فزعه بتاعت شنو يا اخي، انا الحمار ده قال لي فاك يو جنجاوي يا اخي، فاك يو ماذر فاكينج بيتش يا اخي، بليد انت يا اخي، اطلع واجه انت اللي بتقولهم جنجاوي ده، ما تمشي تواجههم طيب براو، اللي بيخلط عليكم امشي واجهه براو، اقتلوا براو ما قانون غاب دوله خرس هاي، امشي واجهه وبتمشي تخش لذاك، والجنجاوي ذاته الباطل بيجي بخش بيجي بحشر لاهلك كلهم ليه، ما تسال نفسك السؤال ده يا اخي، هذه ما بطعنا منك وبطعنا منه، ادعو للتعايش وزفت الطين السلمي بينك عشان ما تقول جلابه، ادعو انت وهو تعايش دين سلمي بينك وبينه عشان ما تقعد تفحشنا جلابه وبتاع، بس انت قايل هسه لو انفصلت حتعيش بسلام يعني، زول بعيو له ساي كده بتشق وبيقتل يا اخي، يا اخي انا عاد ما الدين ده جهل ذاته في ام الدوله دي، وحيجي واحد يقول لي انت عملته زي الان يقول لك دي جدودك اللي عملوا ده، طب ليه دول شنو؟ يا اخي احسن بلد يا اخي، دي الحيوان اللي بيجي تاري يقول لك ما لقيت زي اللي انا ضده، افهم الكلام يا حمار، انت قاعد برا ما تقول لي ما لقيت انت يا اخي، دار تحارب حارب الزول اللي حاربك، ما تخش قريه كان انت جنجويز ولا كان انت زرقه ولا الكلام الزفت الطين اللي بتقوله ده، جاك في بيتك اي حقك الله قال تحميه، تحمي نفسك يا زول، زول جا في فريقك ما عندك انت ما اجرمت يا اخي، دقه قصير طلعه بعينه تطلع بيت تطلع بجعبته الطلقه يا زول، لكن زول بريء ما تشتغل به يا اخي، دار تتداوسوا عندكم رجاله كده ومالين وزفت الطين ام الكراهيه في الهاله بتاعت الدوله اللي اسمها السودان دي، هاله كده سوداء قاعده فيها، انت بتكره اخوك ده يا اخي، امشي تداوس بعيد من من الفريق وتداوس بعيد من القريه وتداوس بعيد، بيدفعوا الثمن الابرياء ليه؟ لسببك انت قاعد عاطل زي اللبوه قاعد هنا في اوروبا، اللبوه احسن منك يا اخي، شنو يا اخي شنو يا اخي شنو لبتين الدوله دي ميتين امها طالع، تعال اتعلم الاتحاد جوا الخرطوم اللي عامل لكم كوكا في شنبعاراتكم دي، تعال اتعلم الوحده هنا، تعال اتعلم الناس قامت وتربت وعاشت مع بعض كيف، شمالي شرقاوي جنوبي غرابي كلهم قاعدين في الخرطوم، تعال اتعلم الوحده كيف، تعال اتعلم لما الناس بيطلعوا بيقول لما قالوا لك كل البلد دارفور انت بتعاير فيه مسي، زمان قالوا لنا كل البلد دارفور وهسي ما اعمل لك شنو يعني، انا هسي كنت كل البلد دارفور انا اعمل لك شنو، انا عندي شنو كمواطن عشان اعمل لك شنو، الله يغشونا قال بكل ازدراء وقله ادب وصعلقه منك، وانت قاعد زل نو هنا قاعد برا، ودي الناس ماتوا عليها وبعد ده يجي تلهم تلقوا لي ايش اعملوا لك شنو ثاني انت يعني، نعد اعملوا لك شنو انت دار شنو انت بليد يا اخي، خوالات ساين انتو يا اخلاق الله يا اخي والله يا اخي، ما لو بتفهم يا اخي جدك العباس بتاع زعطوك يا جدك يا اخي، يفترض جدي العباس وجدي شفته زفت الطين حيعمل لي شنو انا جدي يا اخي، انا ما ضاديتك يا بليد، ده طوالي جاري لي قصه انه داري يقول لي انا عربي وانا يا اخي انا سوداني يا بليد، يا اخي ان افترضنا انا قلت عربي
بشيل منك شنو يا اخي؟ شيلك السيل انت يا اخي. يا اخي افترضنا قلت هسه انا عربي، انا بشيل منك شنو؟ انت خسران في الديش مخك ده شنو؟ طالما قلنا دوله للجميع، طالما قلنا يا اخي السقف بتاع الدوله الظالمه لاهلها، ظلمت اهلك 30 سنه وطلعت ميتين وطلعت ميتينك، شلناه برا، لا دوله عربيه ولا دوله اسلاميه، دوله السودان، يميزني ما في اي شيء.